صباح الخير لجميع متابعي طقس العرب وين ما كنتوا. احنا اليوم الجمعة الصبح، الحمد لله اكتست أجزاء واسعة من المملكة بالحلة البيضاء. الآن منظر أبيض جميل في أغلب مناطق المملكة، الثلج وصل لمحافظات زي محافظات إربد والزرقاء. عمان بحمد الله شهدت خاصة ما بعد منتصف الليل تساقط كثيف للثلوج في أغلب المناطق. هذا الثلج ربما كان أقذر مع ساعات الفجر حتى ساعات الصباح الباكر. هناك تراكمات في أغلب المناطق عالية، يعني تقريبا في مناطق شرق عمان من 20-30 سنتي، ومناطق المرتفعة من عمان ما يقارب 50 سنتي. إحنا لابدنا يعني نتمشى هيك شوي بهالصبح معكم في مركز الحسين للأعمال مقر شركة طقس العرب، وبدنا نحكي بالإضافة للتوقعات خلال الساعات القادمة وطوال يوم الجمعة. طبعا أول شيء الآن الثلوج ما زالت تتساقط في أغلب مناطق العاصمة عمان، متوقعين ان شاء الله برضو خلال الساعات القادمه يستمر تساقط الثلوج زي ما انتم عم بتشوفوا، يعني تراكمات جيده جدا في اغلب المناطق، يعني مستوى الرصيف تقريبا نقدر نحكي عنه في كل مكان هناك ثلج، وثلج ما زال ينزل. ديروا بالكم شوي، الجو كثير بارد، يعني بنقدر نحكي عنه الحراره تحت الصفر في اغلب مناطق المملكه. انا كثير انبسطت الصبح لسكان محافظه الزرقاء، صحيح لقوا الدنيا بيضاء والجو جدا جميل ومنظر الصراحه زمان افتقدوه. بالنسبه بنرجع للتوقعات شوي للساعات القليله القادمه، متوقعين ان شاء الله يستمر تساقط الثلوج في اغلب المناطق خاصه الشماليه والوسطى وامتدادا للمنطقه الجنوبيه. راح تكون هاي الثلوج كثيفه، استمرارها كثيفه على فترات، وهذا الشيء راح يعمل على زياده في التراكم ان شاء الله. قبل ما اكمل النشره طلعوا الصور ما شاء الله كيف الثلج. طبعا هاي احنا في مجمع الحسين الان فتحوا الطرق، تراكمات جدا عالية بقدرها أكثر من 35 سنتي في هذه المنطقة، كل مكان هون أبيض، كل شيء أبيض، الجو جدا جميل، وأنا صراحة كثير بستمتع في المشي في هذه الأجواء اللي إحنا دائما يعني بحس الأردنيين كثير بيحبوها. وصلنا بالتوقعات تقريبا لظهر الجمعة حكينا راح يستمر الجو بارد جدا ومثلج في اغلب المناطق المرتفعات الجبليه خاصه في شمال ووسط وجنوب المملكه. نحن بنشوف في هواء عم بهب كثير قوي. توقعات ما بعد الظهر راح يصير الجو يعني ممكن نحكي عنه بخف حده الهطولات الثلجيه شوي، بتصير الهطولات متقطعه، وهون بدي اركز على شيء كثير مهم، ما حدا يطلع من البيت ما بعد ظهر الجمعه حتى لو الجو شوي استقر، لانه هناك جبهه هوائيه قطبيه جديده راح تاثر على المملكه مع الساعات المساء وليله الجمعه السبت، راح تعمل هي على تجدد تساقط الثلوج باذن الله تعالى بدءا من المنطقه الشماليه ثم تتركز بشكل كبير في وسط وجنوب الاردن خاصه المرتفعات اللي بتزيد عن 700 ل 800 متر. هاي التوقعات لليوم الجمعه، راح نضل هيك نمشي شوي ونشوف الثلج زي ما احنا عم بنشوف، يعني التراكمات يعني عاليه بعتبرها انا، وصراحه منظر الثلج كثير حلو، يعني احلى شيء هيك الصبح تصحوا تلاقوا الدنيا بيضاء. واطلعوا اذا بدكم تمشوا بشكل خفيف، ما حدا يبعد، ما حدا يطلع بالسياره، خلي الجهات المعنيه يعني تعرف تعمل دورها وتعمل على فتح الطرق. منظر صراحة جدا يعني مريح وجدا جميل، الدنيا بيضة، في شوية ضباب بالجو، الثلج بينزل قاعد في كل مكان. بتمنى للجميع ينبسطوا، زي ما حكينا الثلج راح يظل حتى ساعات الظهر، بعد هيك بصير متقطع وبرجع بتجدد هاي الليلة بكثافة وبغزارة. راح نضل معكم بآخر التحديثات أول بأول، تابعونا وين ما كنتم. كان معكم أسامة الطريفي من طقس العرب، نهار أبيض للجميع.